بغيتي غنعرف الهدف علاش داروا هاد الساعه الجديده. قال لك اما داروا الشيماع عرقوا حلوه، قال لك اما اجي نديروا بحال الساعه ديال اوروبا. اوروبا تبعوا في الديمقراطيه ديالها، في الثقافه ديالها، البطاله كيتخلص، القاره كيتخلص، الموظف كيتخلص، الدري هو الصغير كيتخلص. هنا نسبه البطاله اكبر نسبه في البطاله هي اللي كاينه في المغرب. المستشفيات قلال، كتدخل كتمرض ما كتبغيش الدواء غير في الدار. شنو بغاو يوصلوا؟ شنو هو السبب؟ بغيتي الميساج اللي باغيين يوصلوا لينا. كنا جالسين بخير هانيين، جالسين كنقراو اما جاي كثروا الحلاوه، طلع لهم الطنسي يقول لك اجي نديروا الساعه نبدلوها من 9 للوحده ومن 2:30 ل6:30. واش حنايا والدين هادي تما جايين حنا بعاد عليه تما جايبوا لنا الغدا غيولي مطعم على هذا الحساب؟ ما تولاش مدرسه. نقدر الا داروا لينا من 9 ل12 ومن 2 ل6 هادي مزيانه غنقراو فيها، حنا قابلين عليها. باش يقولوا لنا من 9 للوحده ومن 2:30 ل6:30 هادي ما كايناش. واحد كان جا كيدير معانا بحال هكا، كيدير معانا في المدرسه، جا واحد الشمكار سير ما تحاورش انت وياه. الشمكار عاجبهم الحال على هذا التوقيت، حيت كيخرج يكريسي وكيخرج، ولكن كاين اللي عنده ظروف علاش كيخرج يكريسي؟ حيت الحكومه اللي مجبر الله على هادشي، وكانوا موفر لهم الخدمه وبزاف د الحوايج، حتى واحد ما غايخرج يكريسي، وكل واحد غيكون موظف وغيكون المغرب غادي مستمر زوين. نصبروا مع شحال قدنا نصبروا حنا الشعب المغرب ديما صابر. شنايا ديما صابر؟ شنايا ديما صابر؟ وصلات ليه العدم؟ واش خويا انا جاي عندك يقول لي اختي جي قريني بغريراتون؟ واش بنادم منطقي؟ واش في اوروبا كاين شي بغريراتون؟ كاين شي ملوي؟ بنادم شو باغيين يجهلوا؟ كيقول لك صوتوا علينا غنديروا لكم مدارس، نزيد لكم مستشفيات، نظموا لكم بزاف د الحوايج. البديه مساكن هما ما عارفينش كيمشيو ويعطيو صوتهم، ما كيديروا والو، كيشدوا مقعد في البرنامج. وانت موت، انت موت، كتدخل للمستشفى يا مولاي عبد الله، كتلقى بنادم طايح، وحده ولدت في الباب، وحده ما مسوقاش ليها، موتي انت. وفينكم المسؤولين الكبار؟ فينكم؟ كتبانوا نهار الحلوه كتعرقوها وكتزيدوا، هادي راه ما كايناش. هادشي اخويا هاد الميساج، عافاكم الحكومه ديروا شي حل، حنا كنوصلوا لهم هاد الميساج، حنا راه ماشي لخاطرنا، ديروا ولادكم في بلاصتنا.